كويسين. النهاردة هنعمل وصفة هي كلاسيك قوي، وهي شيبرتس باي. شيبرتس باي عبارة عن ايه؟ عبارة عن لحمة مفرومة بميكس اوف خضار وعليها من فوق ماش بوتيتو، وبتتحط في الفرن. طيب هنحتاج ايه عشان نعمل الوصفة دي؟ ممكن نشوف هنا مع اوكي. هي الوصفة مقسومة جزئين، جزء للماش بوتيتو وجزء لتحضير اللحمة. فعلشان الماش بوتيتو هنحتاج حوالي كيلو بطاطس، ربع المرة دي هيفي كريم، وزبدة. علشان اللحمة هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة، هي مفروض بتتعمل بلحمة ضاني، بس طبعا هي بريفرنس فراخ، وممكن تتعمل خضار بس، وممكن تتعمل حوالي 3 جزرات متوسطين، مرقة اللحمة وزيت زيتون وويستشير صوص وبصلاية كبيرة، ومن فصين لتلاتة توم، اي نوع من انواع الاعشاب عايزين تحطوها بتحبوها حطوها. انا هنا مثلا جايبة روز ماري وريحان وكرفس، لو حد بيحب حاجة تانية يحطها ممكن يحطها، وزعتر كمان. هنبدأ بالماش بوتيتو عشان هي اللي بتاخد وقت اكتر، فهنبدأ نقشرها. بعد ما قشرت البطاطس وغسلتها كويس هبدأ بقى اقطعها مكعبات عشان عارف ازاي ان البطاطس استوت؟ لما نحط الشوكه كده نلاقيها دخلت بسهوله، ده معناه ان خلاص البطاطس بتاعتنا استوت. على دي هناخد البطاطس نصفيها ونبدا بقى نعمل الماش بوتيتو.